احنا مجرد نطالب بحقوقنا اللي المفروض صارفين اياها، ما صرفونا لا حقوقنا بالخطورة ولا مستحقاتنا اللي هي المفروض من الشهر الواحد تنصرف. فاحنا دا نطالب بها، وكون احنا الجيش الابيض اللي المفروض احنا اللي دا نقاتل بالخط الاول، خصوصا اللي مختبر وهذه الموظفين اللي وياي كنا بتماس، تعرفون ويا الامراض المنتقله اللي هي كورونا وغيرها، لحد الان ما صرفونا اي حقوق منها. لدينا خطوات تصعيديه تجاه التجاهل، مطالب الكوادر الصحيه المتمثله بالكوادر الطبيه والصحيه في قضاء الشرقاط، سواء في مستشفى الشرقاط او في قطاع الشرقاط. هذه الخطوات ستشمل ان شاء الله لحد رأس الشهر، يعني لحد 1/9، إذا ما تم صرف مستحقاتنا المالية سوف تكون هناك خطوات تصعيدة متمثلة بالوقفة الاحتجاجية في دائرة صحة صلاح الدين، ولدينا خطوات تصعيدية بالتنسيق مع تنسيقية المهنة الصحية في صلاح الدين. احنا اليوم الجيش الأبيض كما يسمونه، ولكن احنا الاسم هذا ما له حقوق، احنا نريد الحقوق هذه، علاواتنا، ترقياتنا، حقوقنا، ماكو لا أمر إداري لا شيء، أسوة ببقية المحافظات اللي استلموا قبل أشهر أو قبل سنوات. احنا ليش اليوم من 2017 لا عندنا ترقية لا عندنا علاوات؟ احنا اللي سوانا تظاهرات واحتجاجات، احنا اللي يعني الكوادر الطبية الوسطية المظلومة، الطبقة المهمشة بالكادر الطبي اللي هم جماعة المهن الصحية والكوادر التمريضية. اليوم وقفنا هذه الوقفة مطالبين بحقوقنا المشروعة، وهي نطالب بالترقيات والعلاوات بأثر رجع من تاريخ الاستحقاق بدون أي مماطلة.